افتتح تعرض مهرجان السينمائي الدولي في ساحة مفتوحة بمنطقة جينان، فحضرها كثير من المشاهدين الذين دخلوا الساحة بعد قطع التذاكر وسلسلة من الإجراءات الوقائية من الوباء مثل إظهار الشهادة الصحية وقياس درجة الحرارة. كما حضر صناع الأفلام قبيل العرض لتبادل الأحاديث مع المشاهدين. إنه مختلف عن مشاهدة أفلام في دار السينما، لم أقدر أعرض أفلام في هواء الطلق منذ فترة طويلة. سيستمر عرض الأفلام في الهواء الطلق حتى 7 من أغسطس القادم في 36 مجمعا سكنيا ب7 مناطق تجارية، فيما سيعرض 50 فيلما مجانا ويمكن مشاهدتها بعد الحجز مباشرة بالتسجيل بالاسم الحقيقي.